جميل جدا، لكن لاحظت أنا شيء هنا أن عندما أقوم بالترتيب والبحث عن المنسف يتم الحفظ، لكن مرة أخرى سأذهب إلى الرئيسية. إذا ذهبت كتبت شيء هنا بحث وثم الترتيب لا يتم حفظ الكويري. طبعا أنا لا أعرف لماذا حصل ذلك، ربما أنا حذفت كود معين، أو أنا لا أذكر إذا أضفت هذا الكود بالفيديو السابق. إذا لم أضفه فقم بإضافته معي، إذا أضفته فتجاهل هذا الموضوع. أنا هنا بفلتر باي ديت نفس الشيء، هنا سنحصل سأجلب الكويري هنا نفس الطريقة، فإذا الكويري جيد وهكذا ستكون الكويري، وإذا كانت لم تكن موجودة فاجعل الكويري هو عبارة عن empty object، وهنا بالتالي سأزود الكويري هنا بالترتيب من التصاعد للتنازل وأيضا الترتيب الآخر. جيد، فإذا الآن يفترض يتم حفظ الكويري. فمرة أخرى الرئيسية، وقمت كتابة أي شيء وبحث والترتيب يفترض أن يتم حفظه، وأيضا هكذا. ممتاز. الآن أيضا أريد في الأعلى، بدلا أن أقوم دائما أقوم أنا بماذا؟ بمسح، بالذهاب للرئيسية لمسح الكويري، أريد أن أقوم بإضافة لينك هنا. هذا اللينك سأضيف هنا ديف جديدة هنا، وهنا سأضيف لينك، وبهذا اللينك سأقوم بإضافة مسج سأسميها ماذا؟ المسج clear، والهرف الخاص به سيكون جذر الموقع، وسأضيف class name لهذا، وسيكون class name بداية styles section button، وأيضا سنضيف هنا styles button danger. الآن سأضيفه. ممتاز. الآن سأذهب للmessages وأضيف clear الذي سيكون مسح عوامل التصفية. ممتاز. فإذا الآن ستجدونه في الأسفل موجود، الآن سأريكم إياه. لكن أيضا التايتل لدينا، عفوا لدينا ماذا اسمه ستايل أريد أن أضيفه هنا، وفي النهاية أو أدنى البطن هنا لن سأكتب بطن دينجر، باكي جراوند توميتو، بعض من الأوباسيتي وكالر وايت. فإذا الآن لنرى هذا الزر، فإذا هذا هو الزر. مجرد أن أقوم بالنقر عليه، لاحظوا يوجد كويري هنا، مجرد أن أقوم عليه أن أقوم بالنقر عليه سيقوم بمسح عوامل التصفية الموجودة هنا، مسح الكويري. جيد، فإذا ممتاز. الآن سأضيف نقطة جديدة، بداية دعونا نغلق الملفات التي لا نستخدمها ونعود لموضوع الفلتر بوكس هنا. فنحن قمنا بفلتر باي ديت، قمنا بإنشاء سيرتش بوكس، الآن نريد أن ننشئ فلتر باي ميل. فلتر باي ميل سهل جدا أيضا، الآن سننشئه هنا. فإذا فلتر باي ميل وكونستنت فلتر باي ميل هكذا، وريتيرن فعليا سيكون في نفس الموجود بفلتر باي ديت، وبالتالي سأقوم بنسخ الفلتر باي ديت. ها هو، فإذا سأنسخ هذا وأضعه بداخل فلتر باي ميل هنا، لكن المسج ستكون هنا فلتر باي ميل لعنوان الفقرة. بالنسبة للكويري نحن نحتاج هنا فعليا كويري، فإذا سنجلبه من const router use router، وهنا const query الذي سيكون عبارة عن router query. إذا لم يكن موجود سنعطي empty object وانتهينا. فإذن الآن هذا الفلتر باي ميل بداية سيأخذ هنا، نحتاج فعليا أن نجلب أيضا الميل من الكويري إذا كانت موجودة، نريد أن نجلبها. فالآن ميل هكذا، الآن سترون لماذا أنا حصلت عليها من هنا، هي كويري هنا كويري. فإذن الآن بداية اللينك الأول هنا، المسج الخاصة به ستكون هي عبارة عن breakfast، أنا نريد إضافة نريد إضافة الميل breakfast dinner lunch بكل رابط. وبالنسبة لللينك سيذهب إلى هنا، وسيذهب سيأخذ الكويري السابق، أيضا سيأخذ الميل. يجب إذا تم النقر هنا نريد الكويري الخاص بالميل أن يكون يساوي breakfast. جيد، بالنسبة للكلاس نيم نفسه، لكن إذا تم فعليا اختيار الميل من اليورل لتكون breakfast فأنا أريد هذا اللينك أن يكون active فقط، هذا هو. بخصوص هذا اللينك الآخر سأحذفه من هنا،
ولينك لبريكفاست أقوم بتكراره مرتين حتى أضيف lunch and dinner. فإذا هنا لدينا lunch، فإذا هذه الميل ستكون عبارة عن lunch، وهنا سنكتب إذا كانت الميل تساوي lunch فاجعله أكتب، والمسج هنا ستكون عبارة عن lunch. أيضا سأقوم بنسخها مرة أخرى للدينر، وهنا ستكون الكويري المضاف عند النقر على هذا دينر، والمسج أيضا إذا كانت ميل تساوي دينر فاجعله أكتب، والمسج أيضا دينر. انتهينا من هذا الموضوع. أيضا يجب أن نضيف المسج، لأن مسج دينر breakfast، فإذا سنذهب إلى المسج هنا سنكتب breakfast lunch ودينر، بالتالي هنا الإفطار، هنا الغداء. هل هو الغداء أم الغداء؟ دائما أفكر أنني سأقوم بالبحث عن هذا الموضوع وأنسى. العشاء، فإذا ها هي انتهينا. فإذا الآن لنرى النتيجة، فإذا لاحظوا ها هي الإفطار، الغداء، العشاء. مجرد أن أكتب أن أقوم النقر على الإفطار، لاحظوا ميل بريكفاست، الغداء ميل لانش، والعشاء ميل دينر، وأيضا تم تحديدها لأنني قمت بإضافة كلاس أكتف بالفيديو الأول تتذكرون. الآن لو قمت أيضا بجمعها مع السورتينج، أو مثلا قمت بمسح عوامل التصفية، قمت بإضافة مثلا هذا البحث وثم إفطار، أيضا سيتم إضافتها كلها للبحث. جيد، فإذا ممتاز. الآن يجب أن نضيف هذا، نأخذه من السيرفر ونضيفه للكويري، يعني نحن هنا في هذه النقطة الآن. فإذا لنقوم بذلك، فبداية سنذهب للبيج إندكس هنا، وبنفس الطريقة السابقة هنا بالسيرش نفس الشيء، سأجلب الميل من الكويري، إذا كانت موجودة جيد جدا، إذا لم تكن موجودة سأعتبرها empty string، وسأدخلها بأور array هنا، فبحيث نقول أن يعني إذا كانت الميل كذا أو كان السيرش تيرم كذا أو كل شيء سيكون أور، وبالتالي هنا سأضيف هكذا، سأكتب ميل، وأريد من الميل أن تكون equal لكن case insensitive، يعني لا مشكلة إذا كانت breakfast أو lunch بحرف L capital أو حرف L small، لا مشكلة بذلك. وهنا سأكتب الميل التي سأخذها من الكويري. طبعا الآن سأمسح كل شيء، جيد، وسأمسح كل شيء. فإذا الآن لو كتبت الإفطار هنا، لاحظوا صار تظهر لي الوجبات أخرى أيضا، وربما تتساءل لماذا، لأنني قمت بجمع كل هذه عوامل التصفية بعبارة OR. لاحظوا بعبارة OR، بعامل OR، بأوبريتر OR، وOR يعني أي واحدة من هذه صحيحة سيعيد لي نتيجة. لو أردت فقط أن أضيف AND هنا، فهذا يعني كلها يجب أن تكون صحيحة، وبالتالي لن يظهر لي أي نتيجة. فهنا يمكن أن تفكر بهذا السيستم الذي أنشأناه هنا، أو بهذه الخاصية التي أنشأناها هنا، يمكن أن تفكر بها، تقول جيد أنا أريد أن أقيها كما هي، أن OR، أن إما search term كذا أو الوجبة إفطار أو شيء آخر وتعطيني النتيجة، فأنا يعني راضي عن هذا الموضوع وتبدو خاصية جيدة. ولكن ربما تقول أن لا، هذا لا يعطي نتيجة البحث الصحيحة للمستخدم، فأنا أريد أن أقوم بشيء مختلف. فالشيء المختلف هذا لكونك أنت تريد أن تقوم به فأنت تقوم به، ولكن أنا سأعطيك الفكرة كيف ذلك. بكل بساطة يمكن أن تقوم بجعل البحث، مثلا البحث هذا لا تقوم بجمع الكوير السابق، ربما تفكر بذلك، لا تقوم بجمع الكوير السابق ويتم البحث مثلا فقط كلمة البحث هنا تستجيب لهذا البحث فقط، أو ربما أنت تقوم بإدارة كل واحدة من هذا، يعني البحث عن هذه الخاصية هنا تكون فقط البحث عن الوجبات، لن يشمل ذلك على الأمور الأخرى، يعني نفس الفكرة السابقة. فيمكن هنا أن تضيف زر تطبيق وزر مسح، جيد، وإذا تم تطبيق هذا يمكن أن تجمعهم على الآخر بعبارة AND وليس بعبارة OR، يعني إما الوجبة يجب أن تكون إفطار ويجب أن تكون مسح مثلا، أو الوجبة يجب أن تكون عشاء ويجب أن تكون يعني مدة تحضيرها مثلا أكبر من ساعتين أو أطول من ساعتين، جيد. فإذا هذا يعود لتفكيرك، هذه المساحة أنا أتركها لتفكيرك كيفية إدارة الموضوع، لأن يعني
إدارة هذا الموضوع سهلة جدا، يعني أنا قمت بالخاصية هذا، قمت بإنشائها يعني 90%، تبقى لديك 20 كيف، أو تبقى لديك 10 كيفية إدارة الموضوع. فإذا نكمل الخاصية الأخيرة التي أريد إضافتها بالفلتر بوكس، والتي هي اسمها أريد الترتيب حسب التوتال تايم، يعني ما مدة تحضير هذه الوجبة. فإذا فلتر باي تايم يعني توتال تايم، تحديدا توتال تايم، يمكن أن تكررها أنت لكل التايم، يعني لمدة التحضير ومدة كذا. يمكن أن تنشئ فعليا بوكس فلترين قوي جدا ويعطيك الكثير من الإجابات، يعني يمكن أن يوصل المستخدم للأشياء التي يبحث عنها بنفس هذه الطريقة لكن بترتيب أفضل. فإذا الآن هنا فلتر باي دوريشن توتال تايم، يعني توتال تايم، واسمها const filter by time وفقط انتهينا. بالريتيرن هنا سنعيد نفس هنا نفس الميل، فبالتالي سأخذه هنا وأضعه هنا وأغلق الديف. فإذا اسم هذا السكشن سيكون هو عبارة عن filter by duration أو هكذا، ممتاز. لن يكون لدينا هنا لينك، فإذا هذا اللينك لن يكون موجود، سأحذفه. هنا سيكون لدينا div، بداخل هذا div سنضيف paragraph tag، وبداخل هذا أو class لهذا سأضيف class name styles section text الآن سأضيفه. وهنا بالmessages سأضيف filter، أو ليس filter، سنضيف set من value، وسنضيف أدنى هذا الparagraph tag input، وهذا الinput type الخاص به سيكون عبارة عن range، وسنعطيه min value، يمكن أن يكون الوصفة مدة تحضيرها 0 مثلا، أو max سيكون مثلا 240 minutes، ونريد التقدم مثلا step، مثلا تقدم مثلا الآن سترون ماذا يعني ذلك step، 5 خطوات 5 minutes يعني. ودعونا نبدأ من 5 كونها لا يمكن الوصفة أن تكون 0 يعني مدة تحضيرهم. هذه الديف سأكررها مرتين، وهنا سيكون set max value، ونفس الشيء الرينج سيكون، وأعتقد فقط. فإذا الآن لنرى النتيجة، فإذا نلاحظ ظهر لدينا سلايدر هنا لكن الكلمات لا تظهر لأنني لم أضفها، فإذا دعوني أقوم بإضافتها بالمسجز. فإذا بداية هنا filter by duration، فإذا التصفية حسب أو الفلترة حسب المدة الكلية، وهنا set min value، وهنا set max value. set min value ستكون المدة أو المدة الدنيا، ماذا نسميها، المدة الدنيا أو ماذا، القيمة الدنيا، وهنا القيمة العليا. إذا لاحظوا الآن سيظهر ذلك، قيمة دنيا قيمة عليا، ممتاز. الآن نريد أن نقوم ب إضافة ستايل هنا لل ماذا اسمه، ماذا أسميناه، أسميناه section text، فإذا لنضيف له style. فإذا أدنى section title، أين هو section title، هو سنضيف section text، وهنا سنضيف color و opacity و font size هكذا، جيد. فإذا الآن لنرى النتيجة، فإذا ها هو، لاحظوا هي القيمة الدنيا القيمة العليا. هنا الشخص يمكنه أن يغير الأشياء القيمة الدنيا والقيمة العليا، فإذا ممتاز. أيضا ليس هذا فقط، بل أريد إضافة زر هنا بالفلتر بوكس، أين هو الزر يتم إضافته، هنا في الأدنى سأضيف لينك، وهذا اللينك سيكون اسمه messages apply. وبخصوص الأبلاي بهذا اللينك، بداية سأجعل href هكذا، والكلاس نيم ستأخذ نفس الستايلز السكشن بوتن هنا، وأيضا ستايلز الآن سأضيف هذا الستايل، الآن سأضيفه وأعتقد فقط. فإذا هذا هو، فإذا الآن لنذهب إلى المسجز ونضيف apply التي سأسميها تطبيق، وأيضا سنذهب إلى هنا عندنا البتن دينجر، هنا هو البتن دينجر، ها هو، سنضيف هذا باكي جراوند، ستكون هذا اللون انديجو هكذا اسمه،
اوباسيتي، بعدنا الاوباسيتي. هذه الاوباسيتي يعني تعطي فكرة ان هذا الزر ليس كثيرا مهم، يعني ليس الزر يعني مهم جدا، وبالتالي ليس هنالك داعي لاعطيه مساحة كبيرة من الصفحة، وليس ضرورة ان اعطيه هذا الهايلايت يعني يعني التحديد، فاعطيه اوباسيتي، بعدنا الاوباسيتي حتى لا يظهر بشكل غامق يعني او واضح. ولدينا هنا فونت بولد، جيد. فإذن الآن لنرى النتيجة. فإذن النتيجة ها هي، لم يظهر هذا الزر، لماذا؟ فإذن لنرى، فإذن apply، تطبيق، مسج apply، لماذا لم يظهر؟ فإذن مرة أخرى سأحدث. فنعم هو ظهر فعليا، لكن هنا لاحظوا كتبت باك جراوند بدون ان، فلم تظهر الباك جراوند، فإذن ها هو زر التطبيق. فإذن ممتاز، فنحن فعليا يعني قمنا به إنشاء هذا الموضوع، لكن الآن حان الوقت لجعله يعمل. فبكل بساطة أنا سأقوم بإضافة state لحفظ القيمة الدنيا والقيمة العليا التي يدخلها هذا الشخص، أيضا سأجعل هذه القيمة تظهر هنا، ومجرد أن يقوم الشخص بالتطبيق أريد أن يضاف هذا التطبيق هنا في الـ URL حتى يقوم الشخص بإنشائه بتمريره للسيرفر يعني. فإذا لنقوم بذلك، فبكل بساطة سأبدأ بإنشاء state هنا، فإذا const min value و set min value، ومبدئيا ستكون هي عبارة عن خمسة دقائق يعني. هنا لدينا أيضا max value و set max value، وسأجعلها 240 minute على أساس أنها 4 ساعات. سأضيف أيضا الراوتر هنا، فإذا use router، و const الكويري سيكون هو الراوتر كويري، إذا لم يكن موجود سنعطي empty object. انتهينا. فإذا الآن بخصوص السلايدر الأول هنا لدينا الانبوت الأول الذي هو من value هذا، أو هذا max value، إذا من value هذا بخصوصه، بداية سأعطي value، هذه الفاليو ستكون هي عبارة عن المن value، صحيح؟ وأيضا سأقوم بمراقبة changes من خلال onChange event، وسأكتب هكذا أن set من value هي عبارة عن eTarget value. نفس الموضوع هذا سأكرره بالنسبة للإنبوت الثاني الماكس، جيد هكذا، لكن هنا سيكون لدينا الفاليو max value، وهنا أيضا set max value. هنا بالparagraph tag عندما قمنا بالست من value سأضع هنا نقطتين بهذا الشكل، وهنا سأكتب أن من value وفراغ هذا، وسأكتب messages minute يعني بالدقائق، ونفس الفكرة هنا سأكررها بالنسبة للباراجراف الثاني هنا، فحتى يعرف الشخص فعليا يعني أين هو يعني بهذا الموضوع أو القيمة التي أدخلها ما هي. وهنا سأضيف هنا minute، سأضيف هنا دقيقة، ولنرى النتائج على أرض الواقع. فإذا لاحظوا القيمة الدنيا 5 دقائق، لكن كلما أقوم بزيادتها، لاحظوا الزيادة بمقدار 5، كلما أقوم بزيادتها فهي المشي الذي يحدث، يتم يعني تغيير هذه القيمة أيضا بالنسبة للقيمة العليا. الآن عندما يقوم الشخص بالنقر على التطبيق، أنا أريد أن يغير بالرابط في الأعلى، فكيف ذلك؟ فإذا بكل بساطة عند زر apply وهذه ال href سنضيف المسار الرئيسي كالعادة، وبالنسبة للكويري هنا، بالنسبة للكويري فسنضيف الكويري السابق أو router query اسمه، ما اسميناه في الأعلى، اسمه query، فإذا سنضيف الكويري السابق زائد سنضيف ال min duration التي هي ال min value، ونفس الشيء سنضيف ال max value بهذا الشكل. الآن إذا أردت أن أطلب وصفة ما بين 30 ل 60 دقيقة أو 100 دقيقة هكذا، فأقوم بالتطبيق، لاحظوا في الرابط سيظهر لي min duration و max duration. هذا الشيء يمكن أن أخذه وأضيفه للسيرفر، فلنقوم بذلك. فإذا نذهب لصفحة السيرفر الأولى هنا، وبداية كالعادة نقوم بجلب الكويري، فإذا لدينا كويري اسمه min duration، وهذا أيضا، ومبدئيا إذا لم يكن مزود ستكون عبارة عن 5 دقائق، وهنا لدينا الماكس، وإذا لم تكن مزودة سنجعلها مثلا 240 هكذا.
وهنا بالـ or statement التي لدينا أيضا سنضيف شيء هنا، سنكتب في الـ total time هكذا يساوي between، وسنكتب هنا between الـ main duration. طبعا هذه between وهذه العوامل كلها خاصة بسترابي for the max duration. إذا كنت تتعامل مع باك اند اخرى فعليك ان ترى ما هذه الباك اند تقبل، او اذا صنعت هذه الباك اند على اي كويري صنعتها يعني اي كويري تتقبل. فاذا انت اذا قمت بالمسح كلها وطلبت مثلا الوجبات من 50 مثلا هكذا وتطبيق، سيظهر لي مدة كلية مرة اخرى، ستظهر لي مدة كلية مختلفة، السبب انني اضفت كل هذا عبر يعني أضفتها بـ or statement. لكن لو قمت أنا بشيء آخر مثلا، لنفترض سأقوم بتعليق هذه الـ or لأريكم أن الأمور تعمل فعليا. إذا قمت أنا بمسح هذه الـ or وأخذت total time هكذا، جلبته هنا وضعته في الأعلى، وقمت بإضافة total time بفلتر هكذا، لاحظوا، وقمت بالتحديث جيد ومسح عوامل التصفية، وطلبت أنا الوصفات التي هي ما بين 15 دقيقة و80 دقيقة والتطبيق، فإذا لاحظوا المدة الكلية هذه 60، هذه المدة الكلية 20، يجب أن تكون أقل من 80، هذه 30، هذه 30، لاحظوا. طيب لو أنا قللت هذا هكذا لـ40، فإذا التطبيق لاحظوا ظهر لي 30. طب مرة أخرى سأقلل للـ30 تطبيق، أو لـ20 مثلا، هاي هذه 20. فإذا لاحظوا الآن ظهر لي هذه الوصفة، وصفة الأندومي اللذيذة التي فيها فقط 20، يعني المدة الكلية لها 20. طيب مرة أخرى لو أنا قمت بتجريب ذلك على الميل، فإذا قمت بمسح total time أو تعليقه هكذا، وجلبت الميل ووضعتها هنا، والآن فقط البحث هذا يدعم الميل، فإذا الآن لاحظوا إذا كتبت الإفطار يفترض أن يجلب لي فقط الإفطار، فإذا لاحظوا أين هو الإفطار، هذه breakfast 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 كلها إفطار، والصفحة الثانية كلها إفطار أيضا. لو اخترت مثلا مسح واخترت مثلا الغداء مثلا، فإذا لم يظهر لي شيء خاص بالغداء، أو مثلا لم أمسح مسح والغداء مجددا، فإذا لاحظوا ظهر لي الغداء، ها هو. إذا مسحت مجددا وطلبت العشاء فسيجلب لي العشاء، أين هو؟ عشاء عشاء عشاء. فإذا ممتاز، فإذا هذا هو فعليا يعمل، هذا الشيء يعمل فعليا. نحن قمنا بإضافة or statement حتى أي واحدة، أي أمر من عوامل هذه التصفية، أي واحدة صحيحة يجلب نتائج. يعني هذا شيء جيد نوعا ما، لأن المستخدم دائما سيحصل على نتائج، فلن نتركه أبدا بدون نتائج. إذا قمنا بجعل البحث دقيق جدا جدا، سيكاد المستخدم لا يحصل على أي نتائج أبدا. لكن عندما نقوم نحن باستخدام or ونقول له يمكنك أن تختار، يعني يمكن أن تحصل على نتيجة إما على هذا أو هذا أو هذا، ف هذا يجعل المستخدم له يحصل على نتائج كثيرة. فإذا سأقوم بمسح الآن ومسح هذا وأعيد الـ or statement، ورجاء أخبروني آرائكم بخصوص هذا البحث، هذه search filtering، هذه خاصية search والfiltering والتصفية إلى آخره. أخبروني هل من الجيد أن نبقيها بـ or statement، أم يجب أن نجعل كل بحث مختلف عن آخر وأن نحسن من هذا البحث بشكل أفضل، وكيف يمكن أن نحسن بشكل أفضل؟ فإذا أخبروني بمنشور Next.js المعروف الذي الخاص بهذا المسار وفقط. فإذا هذا كله لهذا الفيديو، أتمنى أنكم استفدتم، ومع السلامة.